السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد من نيفر مايند، و تحليل الفيديو اللي صدر للعبة اسينس كريد 4، او اللي اتسرب للعبة اسينس كريد 4. اول حاجة لازم تعرفها عن اللعبة ان دي احداثها في عالم القراصنة، يعني مش هتكون مرتبطة بأي صراع سياسي زي الاجزاء القديمة اللي كانت مثلا في عصر النهضة او الثورة البريطانية وهكذا. وطبعا بطل اللعبة اسمه ادوارد كينوي ابن هيثم كينوي، وطبعا مفيش اي شبه ما بين ادوارد وديزموند. في بداية الفيديو هتلاحظ ان الجنود هجموا على السفينة اللي فيها ادوارد، ولكن ادوارد قفز على سفينتهم وقتل الطقم كله. القصة لحسب ما وردت في الفيديو، قراصنة او مجموعة كده بسيطة يبحث عن قائد قوي للعمل معه. سؤال يطرح نفسه، ليه يريدون العمل معه؟ طبعا الإجابة واضحة، علشان يعطيهم المغامرة والكنوز والغنائم. وحذرهم الراجل ده اللي هو أبو دقن طويلة، حذرهم إن محدش يتدخل بشؤونه الخاصة. نتكلم شوية عن الإضافات الجديدة في اللعبة. قبل ما اتكلم بالاضافات راح اجيب لك كوباية شاي عشان تركز معايا بالكلام، ويفضل انها تكون بالخمسينة. اولا اللعبة هيكون فيها حرب السفن اللي كانت موجودة في الجزء الثالث، وصراحة فكرة السفينة دي جميلة جدا وكويس انهم ما استغنوش عنها. الاسلحة هتكون اربع مسدسات، مسدسين من الامام ومسدسين من الخلف ومعاك سيفين، ونظام الكونتر موجود ما استغنوش عنه. وعنصر السباحة داخل أعماق الماء، ودي أول مرة أشوفها في أسينز كريد. وغير كده يستطيع أن يصد الضربات برجله زي جاكي شان، وممكن تستخدم أي شيء بالأرض لتحارب فيه. بس ده كان التحليل، يا رب يعجبكم واعملوا لي سبسكرايب للمزيد من الألعاب، وياريت تقولوا لي آرائكم بالفيديو. لو عجبك لايك، لو معجبكش ديسلايك، مع ذكر السبب بالتعليق بالكومنت. وكان معكم أحمد، والسلام عليكم.